يوتيوب عفوا، حلمت أني هاربة من كلب ورأيت منزل جميل جدا وكان مالكه تركي واسمه أجار، ودخلت محل هاتف عمومي ودخل شخص أعطاني ورقة فيها رقم الشخص التركي لأنه يبحث عني آنسة ولا أعمل ولا أعرفه. هذا كله من المسلسلات التركية اللي تتابعونها، مخك مدبلس. يعني بشكل عام الهروب من الكلب نجاة من شخص ينوي لك يعني مشكلة أو يحفر لك حفرة، لأنه هنا هروب. الكلب هو بشكل عام صديق مخلص، ولكن في الحلم هذا فيه هروب. دخولك المنزل الجميل جدا هو استقرار في نفسك، إذا كان عندك مشاكل نفسية أو اجتماعية سوف تستقرين. كان مالكه تركي، يعني ربما ترك الشيء لله سبحانه وتعالى. واسمه أجار، أجار من الإجارة، أن الله يجيرك سبحانه وتعالى. تركت عدوك الله سبحانه وتعالى يجيرك منه إن شاء الله، إذا كان حد يكرهك أو يدور لك مشاكل. ودخلت محل هاتف عمومي، هاتف عمومي الشخص ترجعين له يعطيك النصيحة، ربما يكون شيخ أو رجل دين. وعلى شخص أعطاني ورقة فيها رقم الشخص التركي. الأرقام قد تكون تاريخنا في الحلم، وكان لازم تتذكريها حتى يمكن لا تحول إلى لغة أيضا، لأنه يبحث عن آنسة، يبحث عن عني، يبحث عني. يعني إن شاء الله إذا سبحانه وتعالى أنت يأست لن يتركك الله، الله معك سبحانه وتعالى. اتركي من يعاديك وتجنبي مخالطته ومواجهته، وحاولي راجع نفسك في أصدقائك، إذا كان لك أصدقاء أو صديقات في الدراسة في الجامعة مهما كان لا تثق فيهم تلك الثقة العمياء. بارك الله فيك والله.